يا سلفي إن كنت سلفيا فالسلفية ليست فقط في رد الرد على المبتدع، وليست فقط في الجرح والتعديل، وليست فقط في تحميض الوجه وإهانة أهل البدع. السلفية حتى في قيام الليل، السلفية حتى في المواظبة على الصلوات والسباق إلى الصف الأول، السلفية في الخشية من الله، السلفية في سكب الدموع والخوف والبكاء والوجل من ربي عز وجل، السلفية في رحمة الصغير وإقراء الضيف والكرم، السلفية في الحلم في الصبر، السلفية تكون في بر الوالدين. السلفية كالإيمان، كما أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكذلك السلفية أعلاها التوحيد والسنة والعقيدة والثبات على رسول الإسلام، وأدناها الآداب حتى لو كانت آدابا يسيرة، من إماطة الأذى عن الطريق، من الإعانة المحتاج، من إقراء الضيف، من خدمة الصديق. هذه السلفية الحقة. فكن سلفيا بكل ما كان عليه السلف ظاهرا وباطنا، كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو السلفي الحق. نعم.